ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الروينة اللي وقعت في طائرة كانت متجهة إلى طنجة. اضطرت طائرة تابعة لشركة العربية للنزول بشكل استعجالي في مطار روما في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد بعد وعكة صحية مفاجئة عانت منها سيدة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الطائرة كانت قادمة من إسطنبول في اتجاه مطار ابن بطوطة بطنجة، لكن بعد إعلان معاناة سيدة من وعكة صحية اضطر ربان الطائرة توجيه الرحلة إلى مطار روما القريب من أجل النزول ونقل السيدة لتلقي العلاجات الطبية. هذا واستغل عدد من الشباب المغاربة كانوا في طريقهم إلى المغرب هذه الفرصة وحاولوا القيام بفرار جماعي من المطار، لكن الأمن الإيطالي منعهم. وذكرت مصادر متخصصة أن الطائرة لا زالت إلى حدود الساعة في مطار روما، ولا يعرف لحدود الساعة ما الذي سيتم اتخاذه من إجراءات في وقتنا لاحق. السلام عليكم. نحن الآن متواجدين بمطار روما، مع العلم أن الرحلة كانت من إسطنبول، من مدينة إسطنبول تركيا مطار صبيحة، إلى المملكة المغربية مطار طنجة. فكانت هنالك حالة طارئة، مرأة ارتفع ضغطها وفقدت الوعي، فاضطر ربان الطائرة بالنزول بالطائرة إلى مطار روما. اليوم 12/5/2024، فتفاقم الوضع لأن شركة إير أرب كانت تحمل معها 19 شخص تمت إعادتهم لتركيا، وكانوا يريدون الهجرة بطريقة غير شرعية، فتسبب في بعض المشاكل عندما تم النزول بالطائرة، فلم يستطع طاقم الطائرة السيطرة على الوضع، فلم نستطع لحد هذه الساعة، والساعة الآن 11:40، شركة الطيران إير أرب لم تطلعنا على أي شيء متى